هنتكلم دلوقتي على الاتاشمنت اوف ذا سكليتال ماسلز، ازاي السكليتال ماسلز دي ماسكه في العظم. فقال لك بص، اول حاجه عندي هنا لو خدنا سكليتال ماسل اهي، ادي الماسل دي اللي هي السكليتال ماسل، دي البايسبس على فكره اللي هي موجوده في الارم اهي، ادي العضله دي. لازم في شويه حقائق لازم تكون معروفه، كل عضله ليها مكان تبتدي منه اللي هو ده، وليها مكان تنتهي فيه. بدايه العضله بندي لها اسم بنسميها اوريجين، نهايه العضله بنسميها انسيرشن، يعني الجزء ده اللي بتمسك فيه اسمه اوريجين، وده الجزء التاني بتمسك فيه في العظمه التانيه اسمه ايه؟ انسيرشن. واخد بالك؟ اللي في النص بقى الماسل فايبرز اللي في النص بيسموها بيلي، يعني اي عضله في الجسم ليها لازم يكون لها اوريجين، منشا، انسيرشن، اندغام، وجزء اسمه ايه؟ بيلي. نيجي بقى الاوريجين ده اللي هو المنشا بتاع العضله اللي بتمسك فيها في عظمه اعلى، ده المنشا ده بيمسك مش في العظمه نفسها، المسكه او الاتاشمنت او الالتصاق بيبقى في حاجه اسمها بريوستيوم. بريوستيوم اللي هو الغشاء المغطي العظمه نفسها، ده اسمه ايه؟ بريوستيوم. الاوريجين هنا من هنا من الايه؟ البريوستيوم. الانسرشن ده الانسرشن برضو بيبقى في البريوستيوم بتاع العظمه اللي تحت. طبعا انت عارف البريوستيوم الغشاء اللي قلنا فيه البلاد فيسلز والنيرفز بتاع العظم اللي موجود هنا، فبقى الاوريجين بتاع العظمه والانسرشن بتاعها ماسكين، الاوريجين بتاع العضله والانسرشن بتاعها ماسكين في البريوستيوم بتاع العظمه اللي فوق والبريوستيوم بتاع العظمه اللي تحت هنا، واللي في الوسط الجزء المتوسط اسمه ايه؟ بيلي. يبقى اي عضله ليها every muscle has origin insertion، ثالث حاجه اسمه ايه؟ بيلي. نيجي بقى الاوريجين او الانسرشن، ممكن الالتصاق ده او الاوريجين ده يبقى تندون في بعض العضلات، الاوريجين او الانسرشن ياخد شكل تندون. يمكن هنشوف هنا ذا اوريجين اند انسرشن ماي تيك ذا فورم اوف تندون. ادي المنظر اهو، بص عضله اهي الانسرشن بتاعها جه عمل لي هنا ايه؟ تندون. تندون اللي هو وتر مسك في العظمه اللي تحت، ادي الوتر اهو احنا شايفينه مسك في العظمه اللي تحت اهو، ده التندون مسك في العظمه اللي تحت، ده اول حاجه واخد شكل تندون. في ساعات لا تلاقي العضله كده، طبعا انت عارف التندون بيبقى لونه وايتش ان كلر، لونه ابيض، ويجي يعمل هنا اندغام في العظمه دي. ساعات ما يبقاش الانسرشن عباره عن تندون، لا الانسرشن ساعات ياخد شكل حاجه اسمها ابنوروز، ايه؟ زي في البطن على الانتيرو ابدومينال وول، الاقي بص على الانتيرو ابدومينال وول، ادي ده الصدر اهو، ده الريبز الضلوع، وادي عضلات البطن. عضله البطن الاوريجين بتاعها مصر، الانسرشن بتاعها جه عمل شيت يعني غشاء من ممبرين ابيض اهو، بدل ما يكون تندون واحد متجمع في نقطه واحده، بدل ما كان تندون متجمع في نقطه واحده، لا ده عمل لي هنا ممبرين كبير اهو. الممبرين الكبير ده بنديله اسمه ايه؟ ابنوروزس. يبقى فلات شيت اوف دنشلي اند رينجد فايبر، ده اللي بيسموه ايه؟ ابنوروز. يبقى ده الاوريجين، ده اللي هو الانسرشن، ممكن ياخد واحده من ثلاثه، شكل من ثلاثه، يا اما تندون يا اما ايه؟ ابنوروز. ممكن بقى عضله من الناحيه دي وعضله من الناحيه الثانيه الاثنين يتقابلوا في الميدل لاين، بدل ما يعملوا انسرشن في عظمه لا يروحوا عاملين انسرشن في بعضيهم، عضله دي تسلم على اختها من الناحيه الثانيه، يتقابلوا في حته خشنه في النص كده او ناشفه تبقى باينه. لو واحد حط ايده تحت المندبل بتاع ده الفك السفلي اهو، وادي السنان اهي، واحد حط ايده في نص رقبته من نص من ناحيه المندبل حس بخط، الخط ده اسمه رفي. يبقى ذا اوريجين اند انسرشن ماي تيك ذا فورم اوف، يعني الاوريجين انسرشن ممكن ياخد شكل من ثلاث اشكال، يا تندون زي ده، يا ابنوروزس زي ده، يا اما رفي زي ده اللي هو رفي. يبقى every muscle has origin اهو، insertion اهو، بيلي في النص، وبعدين الاوريجين او الانسرشن ياخد شكل من ثلاث اشكال،
يا اما يتجمع في تندون، يا اما يتفرد في ابينوروزس لونه ابيض زي في البط، يا اما العضلتين يلحموا مع بعضهم من الناحيه الثانيه ويعملوا لي حاجه اسمها ايه؟ رفيق.